المؤتمر رهان المستقبل، لأن المؤتمر منذ لحظات تأسيسه الأولى مر بمراحل استثنائية ومعقدة كأشبه بهذه الظروف التي يمر بها وطننا الغالي في الأيام هذه. كان الوطن عندما تأسس المؤتمر بحاجة إلى كيان جامع لكل القوى السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على امتداد الساحة الوطنية. كان الوطن بحاجة إلى كيان معبر عن تطلعاتهم وعن تطلعات اليمنيين في الحاضر والمستقبل. ولقد مثلت تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس عام 1982 وإقرار دليله الفكري ومنهجه العلمي الميثاق ومنهجه العملي الميثاق الوطني ميلاد مرحلة جديدة من العطاء والبناء. فعلى امتداد فترة إدارة الدولة برئاسة الزعيم القائد المؤسس المشير علي عبد الله صالح رحمة الله ترشاه، مر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى أزمات داخلية وخارجية هي أشبه بهذه الظروف التي يمر بها الوطن في الظروف الحالية. لهذا نحن نعول على المؤتمر الشعبي العام عن انتشار البلد مما هي فيه من براثين الجوع والحرب والتفتت والذي يهدد النسيج الاجتماعي والوطني. لهذا كان شعار المؤتمر الشعبي العام ذكراه 40 هو المؤتمر الشعبي العام رهان المستقبل.